مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وعلى بركه الله ينطلق الشوط السابع عشر الخاص للابكار من مسافه الاربعه كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدا مع البدايه مع اول الاسماء واول التحديات والانطلاق الاول شديده بشعار طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل، يقدم شديده مع الانطلاق الاول. ثاني الاسماء وثاني التحديات وصل الاسم القادم والمنطلق مع ثاني الاسماء، وصل شعار بن نديله يقدم لنا هواير راشد بن محمد بن زيد بن نديله. ثالث المراكز وصلت القادمه دره محمد بن راشد بن علي الف هيدي. رابع الاسماء وصل شعار الزعبي يتقدم مع رابع المراكز، يقدم لنا الاسم القادم والمنطلق. هناك لعابه علي بن محمد بن عبد الله الزعبي خامس المراكز، وصلت المنطلقة مع خامس المراكز تحذير سالم بن حمد بن سعد النابت المري. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والخمسة الشعارات المندفعة. ولنا عودة مع اللي غيرت وانطلقت إلى الصدارة، غيرت هناك هوايل راشد بن محمد بن زيد بن نديلة يغير إلى البداية، يستلم زمام الأمور مع هوايل. ثاني المراكز تحذير سالم بن حمد بن سعد النابت المري مع ثاني المراكز مع تحذير. ثالث الأسماء درة مع ثالث المراكز محمد بن راشد بن علي بن محمد الفهيدي مع درة. رابع المراكز وصلت هنا معراض بشعار سيف بن احمد بن محمد بن بطي القبيسي يتقدم مع رابع المراكز وخامس التحديات. هنا ينطلق مع رابع المراكز خامس الاسماء، خامس المراكز وصل الشعار الغامدي يتقدم مع خامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الاعزاء. نعود إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول تحذير بشعار سالم بن حمد بن سعد النابت المري، ينطلق مع البداية مع أول الأسماء وأول التحديات. ولكن الله يا هوايل راشد بن محمد بن زيد بن ديلة يتقدم مع هوايل. ثاني الأسماء وصلت نيوم خليل بن محمد بن يحيى الغامدي مع ثاني الأسماء، يقدم نيوم مع ثانية المراكز. ثالث الأسماء تحذير سالم بن حمد بن سعد النابت المري. رابع المراكز وصلت القادمة والمنطلقة، هناك جواهر علي بن سالم بن عبيد بوظفيره العامري، وصل شعار الزعبي مع رابع المراكز، يقدم لنا صعايب علي بن عبد الله بن راشد الزعبي يتقدم مخوف مع رابع الأسماء. خامس المراكز مجاديف بشعار راشد بن عبد الله بن راشد الزقيبه مع خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن ارى الاسماء والشعارات التي خلف دائره النداء والاذاعه بدات بالانطلاق نحو الصداره، نحو هناك اول الاسماء. الله يا هوايل، هوايل بشعار بن نديلة راشد بن محمد بن زيد بن نديلة. ولكن نيوم غيرت الى الصدارة، اليوم الى البداية بشعار القامدي يتقدم خليل بن محمد بن يحيى القامدي. ثاني الاسماء وصلت صعايب بشعار علي بن عبد الله بن راشد الزعبي. ثالث الاسماء رمز شنار بن محمد الهاجري. رابع المراكز شعار زيد بن محسن بن نديلة. وايضا وصلت كرارة جابر بن سالم بن جبران المري، وصل بن جبران، وصل ايضا شعار الزعبي وشعار زيد بن محسن. ولكن الغامدي على الصدارة ينطلق مع الانطلاق الأول مع نيوم مع البداية مع الانطلاق الأول خليل بن محمد بن يحيى الغامدي، بن جبران مع كرارة مع ثاني الأسماء، بوظفيرة مع ثالث المراكز، وصل
وصل زيد بن محسن بن انديلة وايضا الاسم القادم والمنطلق وصلت الاسماء وصلت الشعارات. الله يا مصامخ بخيت بن محمد بن علي آل بريد المري. الله يا الصدارة والانطلاق الاول والاندفاع الاول. نيوم نيوم الخامدي مع الصدارة مصامخ مع ثاني المراكز بخيت بن محمد بن علي آل بريد المري. ولكن الخامدي مع الانطلاق الاول بشعار هنا نيوم خليل بن محمد بن يحيى. الخامدي انطلق مع الصدارة انطلق مع الفوز مع الانتصار مصامخ بخيت بن محمد بن علي آل بريد المري. اللحظات الاخيرة مصامخ ونيوم نيوم مصامخ مصامخ غيرت الى الصدارة انطلقت مصامخ. تهانينا والناموس لبخيت بن محمد بن علي آل بريد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. صار ثاني المراكز ثاني المراكز وصلت هناك نيوم بشعار خليل بن محمد بن يحيى الغامدي. ثالث المراكز وصلت كرارة جابر بن سالم جابر الجربوع المري. رابع المراكز هذبة محمد بن سعود بن ناصر العجمي من أتتنا في الأمتار الأخيرة. خامس المراكز قراع بالشعار محمد بن بخيت بن برقام. مشاهدينا متابعينا الاعزاء تهانينا والناموس لمالك مصامخ على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ها هي مصامخ مشاهدينا متابعينا الاعزاء تنتزع الفوز والانتصار على ارضية ميدان الشحانية. توقيت الزمن لحق وصولها الى خط النهاية 6:27 وعشرة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لبخيت بن محمد بن علي آل بريد المري. ثاني المراكز وصلت نيوم 6:27 من الثانية. تهاني الناموس لخليل بن محمد بن يحيى القامدي. ثالث المراكز كرارة بشعار بن جبران. التوقيت الزمني 6:30:64 من الثانية. تهانينا والناموس لجابر بن سالم الجربوع المري. فتهانينا والناموس للجميع.